إلي ثلثين الخاطر أروح ألعب مع الكوتش اليوم. يعني إحنا بنسمع قديش في ناس بيكون عندهم مشاكل كتير كبيرة بأوجاع الظهر، أوجاع الرقبة خاصة، واللي شغله مكتبي أحياناً بتلاقوا إنه ألام الرقبة جد بيشكي منها كتير من الناس. وين ما بتكون قاعد يا حاطط هاي تحت الرقبة يا بقول لك آخ مش قادر أحرك رقبتي، أنا قاعد إلي ساعات طويلة على المكتب. كتير نسمع هذا الحكي جد وين ما بتكونوا قاعدين. فاليوم معنا كابتن حيدر صباح وكابتن فراس غسان، رح نحكي عن علاج ألام الفقرات العنقية وتجنجات الرقبة بالتمارين الرياضية. صباح الخير. صباح الخير كوتش حيدر، كيف حالك؟ صباحك خير رندا، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، يعطيكم ألف عافية. وكوتش فراس كمان يعطيكم ألف عافية. يعني بصراحة اليوم نحكي عن موضوع كتير مهم. إحنا دائما بنسمع قديش الناس بتشكي من ألام الرقبة وتجنجات الرقبة، وخاصة صح. إنه ثلاث أرباعنا شغلنا مكتبي، فإله دخل بهذا الموضوع مش هيك؟ 100% أكيد. ألام الرقبة دائما تصير بسبب الجلوس الخاطئ لفترات طويلة، ممكن مسكة الموبايل، لأن دائما أنت عامل هالحركة هاي، ممكن أنه العمل على اللابتوب، حتى السواقة كثير يكون مركز، فلازم الواحد بيعمل تمارين رياضية كل نص ساعة، يعني وهي بسيطة ممكن هو قاعد يعملها حتى لا تشنج رقبته ولا بتصير عنده ديسك بالفقرات العنقية. أنا بالحلقة السابقة نوهت أنه هاي الفقرات بتكون هالصورة هي وفيها ديسك غضروفي، أي حركة خاطئة بسرعة مفاجئة أو بيوطي بسرعة مفاجئة الفقرات حتنفتح، الديسك حيطلع الغضروفي مسافة مليمات ما بتبين طبعا إلا بالأشعاعات الدقيقة، هذا بيصير فيه تخدش، احمرار، حرارة، خدر بالكتف، خدر بالعين، يصير ما بيشوف منيح. طب سؤال لك، يعني في كثير ناس مثلا، أنا من الناس اللي بس أعمل هيك برقبتي بالطق، يعني هاي الطق بين الرقبة، هلا هي هاي الطقة ما لأنها أنت مركزة كثير عادي بتصير بسبب الماء الزلالي اللي موجود ما بين الغضاريف أو يسموها فقاعة هواء بالعامية. أوكي، فعادي ما بتأثر، لا ما بتأثر، ما طول ما في وجع. تمام. بس لو أنه في وجع، لا فيش وجع، بتخوف. فالواحد لازم يكون دائما أنه يحرك رقبته باستمرار، دائما يقعد بصورة منتصبة يحاول مشان لا يتأذى، يعني بدل ما أنت بتكون هيك تكون في هالصورة هاي رافع راسك حتى أنت تكون مرتاح ورقبتك مرتاحة، ولا تطول كثير بالنظر أو الشغلة اللي تعملها تطول كثير. هسا إحنا اليوم بدنا نعمل تمارين لآلام الديسك العنقي ونفس التمارين ممكن للتشنجات، خاصة اللي يصحى الصبح حلو، أو اللي يقول أنا ملتفه بسبب النوم الخاطئ يصير عنده تشنج أو شد عضلي أو عصبي. فاليوم راح نعمل هاي التمارين مع شوية نصائح بسيطة قبل التمرين حتى الكل تقدر ترتاح من هالألم وهالوجع. جاهزي؟ سريع كابتن، لما بدك تعمل له التمرين أول إشي الراس منتصب، الكتاف منتصبة، ممكن زيت زيتون أو زيت أو دهن حار من الصيدلية يسموها الدهن الحار أو زيت زيتون دافي، تدلك هاي المنطقة من فوق لتحت على المكان هذا كله، وين المكان موجود فيه ألم تدلك بصورة تدريجية بدون ما ترفع إيدك، يعني ما بتعمل هيك، لا سلسة. أوكي. وعلى المكان اللي بيوجعك إلى أن يرتاح ببلش هلأ التمارين، تمارين بسيطة وأنت تقدر تعملها. أعطينا كابتن التمرين الأول، يسحب راسه بهالصورة هاي لمدة 10 ثواني 100%. معك أنا ما رح أعملهم. بعدين بيعمل هيك كمان 10 ثواني، هاي الحركة يعملها 4 مرات إلى 5، حتعمل ستريتش إطالة لهي المنطقة. والله أنا حاسة فيها. فإذا صار في شد هون حيفتح، وإذا في ألم كمان حيفتح. هلا الحركة الثانية نفس الشيء تقريبا بس بتحريك الإيد. الإيد تكون تحط صورة مستقيمة، تطلع لفوق وبتنزل. لا إلهي، هاي كمان الكتف. أها. صح. بعدين بالجهة الثانية 10 ثواني كل حركة تنعمل، 10 ثواني بس. 10 ثواني كوتش بتكفي؟ 10 ثواني ما حتعمليها 4-5 مرات. 4-5 مرات. بالتكرار، دائما التكرار مهم، نوهت عليها فيما سبق، التكرار مهم كثير. اوكي. هسا الحركة الثالثة دوران الراس بهالصورة.
بس ما بنرجع الراس للاخر صح؟ لا مش كثير. دوران الراس 10 لفات ويرجع بعدين 10 لفات بالصوره العكسيه. اوكي. كلها بالطقطقه سيمفونيه انا عندي. لما هي الحركه بالذات لازم يركز عليها، عادي لو عملها 5 مرات 6 مرات لان كثير كثير مهمه. هسه الحركه الاخيره اللي هي هنحاول نفتح فيها الديسك العنقي يسحب راسه لقدام يشد عليه 3 ثواني 4 وبيرجع. والله اعملوها بالبيت يعني مع الكوتش، شد مفيده. هاي كلها مساله ستريتش وشد للعضلات وللفقرات مع وجود الزيت لا بتنسى مع الاسترخاء التام، لازم ما تكون شادد على حالك. لا انا سؤالي لك يعني ناس هلا مثلا ممكن يكونوا عم بيتابعوك بدهم يروحوا على المكتب، واحنا بنعرف مثلا الساعات المكتبيه 8 ساعات، هو ما بيقوم كثير على المكتب، هو قاعد بعدين يا اما زي ما تفضلت وحكيت كوتش، يا اما على التليفون، يا اما على اللابتوب، فهو كل الوقت تركيزه هيك ومنزل راسه. فهدول التمارين عادي لو ما عملها مثلا مع مساج مع اي شيء ما مش مشكله، بيقدر يعملها ممكن اي وقت. هو يعملها لحاله، ممكن يعملها بس جدا طبيعيه. احنا فكره انه يمسح من فوق لجوا تحمي هاي المره، خاف انه ضغطه صاعد بنزل الدم من الراس للجسم. اوكي، لان دائما التركيز العالي بيصعد الضغط، الشد العالي بيصعد الضغط. اوكي، فانه انا بنزل الدم حتى لو كان في انخفاض ما راح ياثر عليه، بنفس الوقت حيرتاح ويعمل لها احماء بسيط، بعدين يعمل هاي التمارين. كل ساعه لو عملها ما حتقعد معاه 3 دقائق فقط. طب كوتش انا بدي اسالك سؤال، كثير في ناس بتيجي بتسالهم انه انت بتلعب رياضه؟ بقول لك لا لانه انا عندي ديسك، بعدين بترجع بتسمع بقول لك لا انا لانه عندي ديسك انا لازم العب رياضه، فيعني هاي المقولات ايش ممكن نحكي الاصح او اللي بتعتمد على اللي عنده ديسك المفروض يلعب رياضه، بس رياضه خاصه. اللي الحلقه اللي فاتت انا حكيت على الديسك القطني السفلي وهالمره على العنقي، لازم يعمل هاي التمارين مع كوتش فاهم وعارف شو يعطيه من تمارين بدون الضغط على الفقرات. لان احنا لو بدنا بالطب انه 90% من العمليات هي خاطئه، لان يلجأوا للعمليات هي خاطئه. المفروض بالرياضه انا امارس الرياضه لمده 45 يوم حلاقي نتيجه، شيء بسيط هو مجرد غضاريف فقرات انفتحت، الغضروف طلع شوي، ممكن يرجع بكل سهوله بالتمارين. وعضلات الظهر احنا اذا شديناهم كمان ايضا بيساعد هذا الشيء 100%. ما هو الغضروف لما يطلع حيضغط على العصب والعضلات الموجودة ويعمل ألم وتخدش بالغضروف، لو احنا عملنا هاي الرياضة حيرجع لمكانه والظهر حيقوى، العنق حيقوى. هاي التمارين لو عملها يوميا 4 مرات العنق حيقوى، يعني ممكن حيصير عنده كل 2-3 ساعات ألم وممكن يختفي الألم نهائيا بعد فترة من 15 يوم ل45 يوم. يعني الصراحة ممتاز كثير كوتش هذا الكلام، وأنا بعرف قديش في ناس دائما زي ما كنت عم بحكي ببداية وجودكم اليوم عم بحكي إنه دائما الكل بيشكي من آلام بالرقبة، آلام بالظهر، آلام بالركب، آلام بالمفاصل، يعني دائما عم نسمع هذا الشيء شائع جدا، وفي ناس بتلجأ دغري للأدوية ودغري للعمليات والجراحة، لكن حتى في أطباء بيجي بقول لك لا العب رياضة عشان الواحد يريح حاله والواحد يقوي من جسمه ويقوي. أكيد، وأهم شيء أهم نقطة لازم يكون هادي كثير، هادي كثير حتى يقدر يعمل التمارين. الستريس ما احنا عارفين الستريس زي اليوغا، يعني بيكون هادي كثير حتى يقدر يعملها والدم يتدفق ويوصل لكل مناطق الجسم. اوكي، بس يعني بعرف انه كثير عم بسألك أسئلة، بس لأنه في ناس كثير بتكون عم تسألنا أسئلة ومش دائما بيكون معنا الكوتش لايف بالاستوديو. سؤالي لك هلا، احنا يعني ان شاء الله ان شاء الله على أمل انه ينتهي فصل الشتاء، فصل الشتاء مستمر يعني حتى دخلنا بالربيع لساتنا الدنيا شتاء، لكن مع هيك الكل ببلش يخاف مثلا على جسمه قبل فصل الصيف وبصير الواحد بده يدير باله. انتم كوتشات ما شاء الله عليكم، ولكن في ناس جد بتصير تهتم اكثر بهذا الشيء، ايش ممكن هيك نصيحه تعطيهم اياها بشكل سريع قبل ما ندخل فصل الصيف؟ النصيحه اللي دائما انا بحكيها لكل الناس، دايت زائد رياضه. الدايت هو الابتعاد عن السكريات الصناعيه والدهون فقط، اما مساله اترك الاكل واعمل اجوع حالي هذا غلط كبير. وهاي اترك الدهن
الدهون الغير صحيه واترك السكريات، مارس الرياضه ساعه باليوم ويعطيك العافيه، حتكون انت هيك 100 100 طول عمرك. وان شاء الله يعني تاخذوا يعني هاي النصيحه من الكابتن، وفعلا هي مش قله الاكل، هي نوعيه الاكل. صح كابتن حيدر صباح وكابتن فراس غسان، يعطيكم الف عافيه وشكرا جزيلا لوجودكم معنا. تحياتنا لكم. طيب